تتحدث أستاذ طلال بالعلاقة العضوية العميقة بين الأمن والاقتصاد. الكل يتحدث بهذا الموضوع، وتفردت بقولك في وقت من الأوقات إن الولايات المتحدة بهذا الموضوع بالذات رابحت الحرب الباردة، والآن تخوض المعركة ذات المعركة. أرجو مزيد من التعليق حول هذه النقطة. أنا تلميذ، يعني نعمة الحياة أنها مدرسة كل يوم أتعلم فيها، وما زلت يعني أصغر تلميذ. حصل لي أن حضرت ندوة في أمريكا في عام 1985 في مركز الدراسات اللي هو بيسموها ناشونال ساينس أكاديميز، أكاديمية الوطنية للأبحاث، الوطنية للعلوم، وكان البحث فيها عن مستقبل العالم في العام 2020. موضوع شيق. نتيجة البحث كانت أن القوة الحقيقية هي الاقتصاد، وأن القوة العسكرية هي أداة، ولكن إذا كان فقدت القوة الأساسية الأداة لا تفيد. وهكذا انهار الاتحاد السوفيتي، لأنه سار باتجاه واحد فقط، وهو أن يصبح القوة العسكرية الأولى في العالم. وفعلا يعني ما عنده من أسلحة نووية أكثر مما عند أمريكا، وعمل ترسانة عسكرية ضخمة، ولكن دفع الثمن في اقتصاده وأصبح ضعيفا ومحتاجا لمن يطعمه ويطعم شعبه، فلم يعد لقوة العسكرية أي قيمة. ومن هنا أنا دائما أقول أن كل القرارات اللي في الدنيا هي قرارات اقتصادية وليس سياسية ولا أمنية ولا عسكرية. ليس هنالك قرار. أنا أريد وأنا أتحدى وتحديت كثيرين من هم أفضل مني وأقدر مني في العلم، يعطيني قرار واحد ليس مبرر اقتصادي أو نتيجة اقتصادية. أي قرار بالدنيا سواء كان استراتيجي أو أمني أو عسكري، إما أن يكون باعثه سبب اقتصادي أو نتيجته اقتصادية. ما فيش قرار في المطلق هيك بدون هدف اقتصادي أو سبب اقتصادي. إما يعني سبب، يعني أمريكا في العراق الآن في المحصلة النهائية طبعا هدف اقتصادي. الهدف كان هدفا اقتصاديا. يعني من يريد أن يبررها بأنها لأسباب تتعلق بالمبادئ وبحقوق الإنسان وبالقيم، يعني هذا شعر. إنما إذا كنا نريد أن نكون واقعيين وصادقين مع أنفسنا، ما حصل بالعراق كان مبررات ومبررات اقتصادية، وما يحصل الآن تجاه إيران ومبررات اقتصادية. ما حالنا العرب بالنسبة لهذا الموضوع، هذا الارتباط القوي جدا بين مسألة الأمن والاقتصاد؟ ألي هذه الأسباب الأمن العربي مخترق؟ هذا الأسباب، لأننا يعني أنا دائما أنتقد بمحبتي، أنا قومي عربي، ويعني تربيتي ومنشئي منذ بداية دراستي، وكنت في حركة القوميين العرب في الجامعة الأمريكية في بيروت، يعني كل تفكيري، وما زلت، انتهت حركة القوميين العرب كحركة، إنما الفكر والفلسفة والقيم القومية العربية هي في دمي. يعني إن شاء الله أموت وأنا قومي عربي. فهذا أنا أقول دائما أننا كعرب مع الأسف، أيضا أقول لك دائما بتعلم، أحد رؤساء الجمهورية هو الحقيقة الرئيس جيمي كارتر، هو الرئيس الوحيد في أمريكا اللي كان لي اتصال أو معرفة به، قال لي مرة، أنا سألت سؤال بعد أن ترك الحكم في لقاء كنا في عشاء في باريس، قلت كيف استطعت أن توفق بين كونك رجل دين متدين وصاحب خلق وصاحب ضمير وصاحب مبادئ وتكون رئيس الولايات المتحدة، وقرارات اتخذتها أثناء رئاستك لا تتفق لا مع القيم ولا المبادئ ولا الدين؟ الله. جاوبني جواب، قال لي أرجو أن أقول لك شيء وأرجو أن توصله إلى كل من تستطيع أن توصله من صانعي القرار العرب. رئيس جمهورية أمريكا هو أعلى موظف في مؤسسة اسمها أمريكا، ووظيفته أن يخدم هذه المؤسسة. فإذا جاءني ملف إلى مكتبي ويقول أن المصلحة القومية الأمريكية National Interest
يقتضي أن تفعل كذا، فأنا علي كموظف عند هذا رب العمل أن أنفذ مصلحته أو أن أستقيل. ولكن أنا بما أني موظف مخلص ملزم بأن أنفذ ما يحقق مصلحة أمن القومي لموظفي اللي هو الشعب الأمريكي. أنا موظف عنده بأخذ راتب. فإذا ليس هنالك حب أو كره في أمريكا، وبالذات عند الرئيس الأمريكي، مصلحة في المصلحة القومية الأمريكية فقط. هلا ماذا يحصل؟ يحصل أن أجهزة صنع القرار تجهز الملف والموضوع وتحضر لهذا الرجل صانع متخذ القرار، مراكز صنع القرار تقدمه إلى متخذ القرار اللي هو رئيس الجمهورية بالشكل الذي يقنع بأن هذا هو المصلحة، مصلحة. وبالتالي يصبح ملزما بأن يؤدي ما يؤدي إلى المصلحة. فإذا عفوا فضل. فإذا نحن نتكلم عن أن المصلحة القومية، والمصلحة القومية مصلحة اقتصادية، يعني الشعب شو بده غير مصلحة اقتصادية؟ يعني لما تقول لي إنه مصلحة الشعب، شو مصلحة الشعب؟ مصلحة الشعب إنه يطلع يركض بالهواء ولا يكتب شعر ولا يسمع شعر؟ لا، مصلحته بأن تؤمن له أفضل حياة. فبالتالي رجعنا إلى أن مصلحة الأمن القومي أو المصلحة القومية هي المصلحة الاقتصادية، مصلحة الشعب ورفاهية الشعب وازدهار الشعب وازدهار الاقتصاد. فإذا هذا الجانب محسوم بأن صانع القرار عندما يتخذ أي قرار سياسي دائما يحكمه بما يحقق المصلحة الاقتصادية. نأتي إلى سؤالك اللي أنا طولت في المقدمة.